السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في القناة ديالكم عبد التك. اليوم إن شاء الله غادي نلبيو الرغبة ديالكم، حيتاش بزاف ديال الدراري يطلبوا مني نلوح لهم هذا البروغرام باش تنخدم باش تندير سيميلاسيون ديال الديماراج. صراحة هو واحد البروغرام زوين بزاف، كيسهل عليكم بزاف الخدمة، ويمكن لك تيستي أي شي ما واش صحيحة ولا غلطة، وفيه بزاف ما يدار في السيميلاسيون. في كتشوف لي ديفو اللي ممكن دير، يعني يمكن لك تحل شي كي تشارج وتجي وتطابي هنايا في هذا البروغرام وتأكد واش داكشي اللي درتي صحيح ولا ما صحيحش. اذا اول خطوة غادي نديروها باش نتيليشارجيو هذا البروغرام هي انني غنخلي لكم واحد اللين ديال البروغرام في صندوق الوصف، وما عليكم الا تيليشارجيوه، والطريقه ديال التيليشارجمون ديالو غنوريها لكم دابا. اذا بعد ما تدخلوا الليان اللي عطيتكم غادي يوجهكم لهاد الصفحه، غادي تضغطوا على دوبل كليك هنايا، غادي تستناو واحد شويه تعاودوا تضغطوا على جو تو داونلود لينك. من بعد غادي يديكم لهاد لاباج هادي، غادي تكليكيو على جو نو سوي با ان روبو، غادي تكليكيو على لي بونت هنايا ولا الصور اللي عطاكم، غاديرو فاليدي، غاديرو كليك هير تو كونتيني. هنايا غادي نتسناو واحد شويه ديال الوقت بين ما يتشارج الليان ديالنا، وغادي نكليكيو عليه. اذا غادي نضغطو على جيت لينك في المره الاولى، وغادي نضغط عاوتاني على جيت لينك في المره الثانيه، وغيدينا ديريكتومون للرابط ديال البروغرام ديالنا. هنايا غادي تجيو تضغطوا على تيليشارجي وغتخليوها. وانتم كما كتشوفوا البروغرام بدا كيتيليشارجا، انا غادي نحبسو حيتاش ديجا تيليشارجيتو. وغادي نمشيو التيليشارجمون، وغادي نجيو غنهزو البروغرام ديالنا غنحطوه في البيرو. كنديرو ليه اكستخير، غنديرو ليه اكستراكت هير، غنجيو غندخلو ليه، وغادي نجي وغنضغطو دوبل كليك على كاد سيمو بي تي 3.0، غنديرو دوبل كليك. غنجي وغنضغطو هنا، غيطلب منا واحد الكود هو 49 62. هتحلو لاباج بحال هكدا، وانتم مبروك عليكم البروغرام واجد عندكم. دابا طريقة العمل على هذا البروغرام هادي، طريقة العمل سهلة، كلشي عندكم هنايا، كلشي اللي بغيتو. غادي نبداو حنايا من ديبار، هادي هي لاليمونطاسيون، يعني لاليمونطاسيون الفاز نوتر البي او الفاز النوتر تري فازي مع البروتيكسيون اكس الكتريك تري فازي مع النوتر اللي بغيتو. مثلا حنا غنهزو مثلا تري فازي مع البي او، وغادي نجيو نديروها مثلا لي مع شي شي ديجونكتور مانيتو تيرميك. هنا يعني باش كنليوهم كنخليو ما بيناتهم واحد شويه ديال لي سباس ديال لي ليزون،
ونجيو مثلا ناخذ شي كونتاكتور، ها هو كونتاكتور ناخذه هنايا مثلا، نجي ناخذ مثلا شي رولي تيرميك. الرولي تيرميك فين كاين؟ ونجي ناخذ شي موتور اكاج، ها هو الموتور فين كاين؟ باش ندير لي ليزون ديالي كنمشي لهنايا، وكنجي غادي ناخذ لي ليزون ديال التري فازي، ها هما كنجي نوقف هنايا كنكليكي وكنهبط، كنعاود نجي نوقف هنايا كنكليكي وكنهبط، كنجي نوقف عاوتاني هنايا كنكليكي وكنهبط، ونفس العملية. خصك تخلي واحد ليسباس ما بين كل كومبوزون و كومبوزون. مثلا عاوتاني الا بغيت ندير الكوموند، غنجي ناخد مثلا الفاس ديالي، ها هو ال، غندير ليه روتاسيون غيولي بحال هكدا، وغنجي ناخد الفاس، ها هو الفاس، غنجي ندير ليه بحال هكدا، وغيت ناخد عاوتاني النوتر، كنمشي لهنايا ناخد النوتر ندير ليه الروتاسيون ونحطو هنايا، ونجي لهنايا عاوتاني وناخد النتر، ها النتر ديالي، نديرو الزوم بعد شوية. لو بغيتي دير الزوم كديرو من هنايا باش يبان داكشي بوضوح، ونجي عاوتاني ناخد شي ديجونكتور مانيتو تورميك اني بولير، قلنا كنخليو واحد شوية ديال ليسباس بين كل حاجة وحاجة، وناخد واحد لاري هنا باش ناخدو، خصني نخلي ليسباس عاوتاني ليسباس ديال لي ليزون، ها هو نخلي عاوتاني شي اسباس على ندير عاوتاني المارش، خصني نخلي ليسباس، نجيب عاوتاني لو مانتيان، خصني نخلي واحد شوية ديال المسافة بين كل حاجة وكل حاجة، وهنا نجيب لابوبين، لابوبين كاينة هنايا ها هي، وهادي نجي غنحطها هنايا مثلا. لي ليزون عاوتاني ناخدهم من هنايا، الفاز كتجي تاخد من هنايا، تكليكي هنايا وتجر، كليك وزر الخيط وكليك وزر الخيط، هنايا لو مانتين تاعو بحالهم، هنايا عاوتاني تهبط لعند لابوبين كا ام ان، عند لابوبين كا، ولا بغيتي تسمي لي كونتاكت ديالك كتخدو بالكليك، كتسمي مثلا هادي نسميوها كا ام، هادي لابوبين تاعي نسميوها كا ام، هذا بغيتي تسمي تا هو دوبل كليك سميه اس ان، هذا دوبل كليك سميه اس دو. الا بغيتي دير سيميلاسيون تجي تاكتيفي هادشي، كتجي كتضغط هنايا على هاد البوطونة الخضراء سيميلاسيون، كتضغط عليها كتجي كطلع الديجونكتور ديالك، ها هو كيبان لك الديجونكتور طلع، يعني هادو تاكتيفا، غنجيو غنضغطو على اس ان، احنا درنا ديماراج ديريكت، نضغط على اس دو ها الموتور طفى، اس ان ها هو ديمارا، اس دو ها الموتور طفى. اذا نتمنى ان الشرح يكون في المستوى، وانكم تخدموا بهذا البروغرام، صراحة غينفعكم بزاف. فاي كريد شارج كيما بغى يكون غتدخلوا لهنايا غتسيميليو كيما بغيتو، وغادي ينفعكم في بزاف في بزاف الحوايج. المهم كنتمنى ان الشرح يكون في المستوى، انكم تكونوا استفدتوا من هذا البروغرام، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. والى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.